مرحبا في الجزء الثاني من جي دي تي على قناة الحوار التونسي. فرحان برشا تحضر معنا فرح. مرحبا مرحبا سي كرام، نورتنا وشرفتنا. مرحبا مرة أخرى بالببليك اللي يحضر معنا الليلة. هل التونسي عنده دراية بالحيوانات وإلا لا؟ هذا باش نكتشفوه مع صديقنا سليم وبعضنا. أهلا وسهلا نرجعوا. أهلا وسهلا بكم. شو الفرق بين الحيوان الكالش العاشب واللحم؟ هبطنا اليوم للشارع التونسي وسألنا الناس على ثلاثة أصناف تاع الحيوانات هذه. كيفاش كانت الحكاية؟ تبعونا. نجمش تعطيني زوز حيوانات كالشة؟ باهي، كالشة الأسد. الأسد كالش؟ الأسد الأسد ملك الغابة ياكل فيك عبا بنان معناها ولا بيت نجيرة. سميلي حيوان كالش. كالش ما نعرفش حيوان كالش، عاد ما عندناش هنا في فريقي. ما عندناش حيوانات كالش، أنت من فريقي يا؟ وانت من وين؟ انا من افريقيا. خاطر يظل لي كل فريق اي خاطر الافريقيا نتاعي وفريق يظل لي مش كيف كيف. خاطر انا قاعد نشوف فيهم حيوانات الكالش، هاك طلعت انت ما مشينا نقعد ضفه اخرى. يظل عندها منطقه صغيره احنا نشوف فيها ما فيهاش الكوالش اللي تقول عليها. ايوه الحمد لله. قداش فما من نوع نتاع حيوان؟ برشا. كالش ولحم. كالش ولحم ونباتي. اي نباتي نتاع قلي افريس. علوش وبقر. علوش؟ هاي وبقر هيك الحشيش. علوش هو الحيوان الكلش شنو معناها؟ علوش يبدا يضرب يطريف سلامي يجوع ترمي له طرف سلامي. قطوس وكلب. كلش قطوس وكلب كلش يدي وياك الحشيش. ما هو قطوس وكلب معناها قطوس ساعات يبدا كعي بس بالنار يا لومجه العشره كعي بس بالنار يا قطوس. كلب يضرب قرعه سبعه نتاع اللي. شو الفرق بين حيوان الكلش واللحم؟ اللحم يشد غزاله ياكلها والكلش ياكل الحشيش. كلش ياكل الحشيش. اللحم بالله ياكل اللحم. ياكل اللحم. والحيوان العاشب؟ ياكل العشب. ياكل العشب. عشب. الله يعشب. كلش عندك العلوش. العلوش كلش. كلش. لا 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 لا. علوش تلقاه ساعات بالبيردون عنده شوية جنبان وحلو. مش مشكلة. كلش ما ياكلوا الحشيش. كلش معناه ياكل الحشيش. قرنب. عشب. ليه كلش كلش. قرنب كلش. كلش. الأرنب كيلش. أي كيلش تلقاها ساعات عاملة معناها خاطف أربعة دجاج، تلقاها كعبة ثمانية وأربعة دجاج. زعل الأرنوب وكشر، ما بدي خس وجزر. سميلي حيوان لح. الكلب. الكلب. سميلي حيوان عاشب. العلوش. العلوش. البقرة، المعزة، هذوما كل حيوانات عاشبة. شنو معناها حيوان كيلش؟ ياكل الحم والحشيش ياكل كل شيء. سميلي حيوان كالش. كالش دب. سميلي حيوان كالش. الكلب. كلب كالش. عندكم كلب في الدار؟ كالش. كلبكم كالش انتم؟ يجيبوا خلينا تعرفوا عليه ما فيها بس. الكلب كلش ولا لحم ولا عاش؟ كلش. كلش. ايه هاتيك صح. الكلب كلش. كلب كلش. مش مشكلة. كلب يجوع منه تك ترمي له كعبة طماطم. ما فيها بس. ساعات يتكى على كعبة ليتو. ها؟ مريقل طول. واصل طول. خلنا نعرفوا ساعة نحن شنو الكالش شنو العاشب شنو اللحم. عم حسن قلنا انت عندك دراية بالحيوانات. لحم عم حسن عندك. انا في حيوان كالش في البلاصة هذه ما نحبش نسميها. هو الانسان كالش ديجا. ايوه خلاص. وفما واحد كالش كالش يعني كالش صحيح. كالش به. اش معناتها كالش عم حسن؟ كالش ياكل منا باليمين وباليسار. شنو باليمين وباليسار؟ يضرب اللحوم ويضرب الخضر والغلال والفواكه والسكريات وما يخلي شيء. دودة يعني ماكينة يا لطيف. به والعاشب. والعاشب ياكل العشب وما تبع العشب. واللحم. واللحم ياكل الحيم. الحيم اللحيم. قلت لك راهو لحم ما تخافش. انا باش نكتشف لي دو كونيكوز نتاعنا. انت جوري، انت الحكم في هذا السباق. عم حسن. حنان ورانيا. اي انتم الزوز فقط، الاخرين ما تتكلموش. موش اكتشف هل عندكم فكره بصغار الحيوانات ولا لا؟ الله الله. قلنا لكم بكويس سبيسيال وباش نقسم الببليك على اثنين. دونك فيراج حنان هو لهنا اللي موجود على يميني، ولازمكم تشجعوها شويه. وفيراج رانيا اللي موجود على يساري.
شعارنا ليل الفوسكة ليل الفوسكة ليل الفوسكة. عم حسن انت عندك اكبر فوسكة بحذية. لا لا ما يتكلمش بالمريت. اي بالمريت بشي وما تولي جدي شوية على الاقل. بس شوفهم استاذ صغار الحيوانات. نبداو بالحيوان الاول حنين ورانيا. الحيوان الاول هو النسر. شنو اسم صغير النسر؟ هل هو هيثم ولا خالد ولا مروان؟ ولد النسر شو اسمه حنان؟ هيثم خالد ولا مروان؟ وقتي تولد كبير شويه اسمه خالد، وقتي بدا صغيرون خلوده دونك خالد. خالد ايه خالد ايه الهيثم. هيثم عارش. ايه ام احسن حسيت لا بون ريبونس. هذه الهيثوم. الهيثوم نقطه رانيا ببليك رانيا. نعم الرسمي اسمه هيثم ولد النسر اسمه هيثم. معناتها هاو معلومه جديده بريتو مره بلديه طلع في مضمون هيثم صحيح هيثم خويا هيثم. صغيره الدب رانيا وحنان شنو اسمه صغيره الدب؟ هل هو انيس ولا ديسم ولا ميسم؟ ديسم. انا نعرفها بالفرنسي اوغسون شنات هذا نونوغسون ديسم. ديسم ديسم زوز ديسم باه بين قوسين زوس. مازلت تتكلم تكون هذه اخر حلقه صديقي اخر حلقه نجيو في بلاصتو دايسم نحطو غادي دايسم نحطو غادي ولا نجيب لك الدايسم تاع البرنامج الدايسم. وانا عندي جاري دايسم بصراحه جاري في دب معناتها لا جاري اسمه جاري اندلسي اصلا اندلسي ولقب نتاعو دايسم. دايسم هو هيثم يتربجوا يخرجوا مع بعضهم يمشيو للبلفدير يشيخوا يقعدوا في جنينه البلفدير يبدا واحد دايسم والاخر هيثم واحد دايسم دونك نقطه للزوز دونك زوز نقاط رانيا ونقطه حنان. باه صغيرة السنجاب تعرف معناتها السنجاب حنان لا اكيغوي هاكا التصويرة نتاعو ليه هاكا فرونسي عزيز اي ما تفسدهاش بي قالوا اللعبة باه. يا اما اسمه صغيرة السنجاب اسمه كمكم ولا سمسم ولا دمدم؟ والله ريتها مرة في البلفدير ام سنجاب تعيط لولدها ما نجمش خاطر قلت له اسكت كمكم هاكا ياك ليه باه سمسم سمسم افتح يا سمسم لا ومش متاكده ما نعرفش تو شي جويل برك هكا باه ما معش فرح شنو رايك ما عنديش فكره الحاجه اقتراح سنجيب عمرك ما تعرفت على سنجيب في حياتك ما عنديش صغار اللي قاعد على سنجيب عنده صغار حتى عم حسن ما يعرفهاش لا لا لحظه انا في لجنه التحكيم مش دخلك انت انت ما تعرفش ودي امورك انت خليتك عند الاخرين لا ما تقولش عم حسن ما تقول لحد باه إكرام حسب رأيك نتصور سمسم معي سمسم عجبك محلي قول لك مسمسم هكا عجب سمسم صحيح سمسم معي سمسم عم حسن أنا أرجح سمسم ما إكرام قال إكرام دونك هما شكون فيهم قال سمسم حتى واحد قلتكم أنا قلت سمسم سمسم هي هي قال دونك نقطة أخرى ثلاثة بواحد الراني باه القرد تعرفوه ولا ما عرفش شنو في عين أمه غزال شكون ما يعرفش صغير القرد رانيا وحنان ما يتكلم حد فيكم يا بيبليك هل هو غشة أم طشة أم قشة طشة طشة باه ما نجمش يكون غشة ياسر بنين قشة زادة كيف كيف قشة ما عرفش معناتها هذي قشة كهو قشة وكهو عمر ما يتجوري ويعطي في إجابات ريت والله العظيم فهمش أنا تقول مش جوري تقول قشة 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 نقطة الحنان دونك 3-2 ميرسي عم حسن الأخرانية ما يتكلم حد ما يتكلم حتى حد لا يقول يتكلم خرج ومين لا باش نخرجوا من البرنامج لازم تكون قشة في برنامجي اسكت يا سمسم لا يزي عاد يريث هيثم عاد صغير البطة صغير البطة هل هو بطبوطة لا أم بوتيتي بوتيتي هكا تعيط له بوتيتي جا بوتيتي البطوطه البطيطه سي لا دونس دي بوتيتي اما البطيطه والا بطبوطه والا بوتيتي انا الاولانيه ما عرفتش حتى كيفاش نقولها بطوطه بطوطه هكا ابن بطيطه بطيطه ابن بطوطه ابن بطيطه عم عصير اسكت عم عليك ما تكلمش عم انا الاولانيه بطوطه ما فهمش بطوطه هاي هذيك الاولانيه بطبوطه هذيك لا فما بطوطه فما بطوطه بطوطه البطيطه الاولى بطوطه هيك الاولى هي بطوطه دونك انت شنو بطوطه بطوطه البطيطه بطيطه ماش بطبوطه لا والله بي بطبوطه قلت لك ابنه بطوطه ابنه بطوطه ابنه بطوطه اي بطوطه هو ابنه بطوطه امه يعني بالبط معناها امه هكاك صغيره ما فهمتني باه اكرام بطوطه بطوطه
باه بطوطه بطوطه باية هي احلى ألسن اشب بطبوطه يا معليها جزمه تو دلش يا معليها غنيك يا عم حسن اللي جابها صحيحه شنو بطوطة بطوطة إجابة صحيحة نقطة الحنان نقطة الحنان يوفى 3-3 تعادل فرحت غايبة عن الإعلام عندك مدة والبعض يتساءل علاش رغم تجارب نجم نقولوا فيها نجاحات لكن ماكش موجودة اليوم إعلاميا لا في حتى راديو ماكش موجودة في حتى تلفزة علاش آخر تجربة كانت لي في EFM عندها عامين وبعد ما كملت البرنامج الاجتماعي اللي قدمته حبيت نطلع للإمارات باش نقوم بدورة تدريبية في الأخبار دونك عملت الدورة متاعي دامت تقريبا 4 شهور وهي ليا أنا صراحة عملتها ليا أنا باش نمي زادي المعرفي وفي تونس احنا ما عندناش معناتها قنوات إخبارية لكن حبيت نعملها. وقت انت عملت فورماسيون ما تستحقش اليوم في تونس. لا نجم نستحق لها غدوة. اليوم ما نستحقلهاش في تونس. أي في يمكن تونس. برا تونس نجم نستحقها. معناتها انت تخمم وليت انك تغادر تونس انك تخرج برا. إذا فما فرصة وتكون فرصة مدروسة. يجوك زوز عروض متزامنة في تونس والبرا وين تختار؟ برا. علاش؟ غير تاع واحد تاع واحد قلبه معبي شوية. لا ما نشوفش روحي في المشهد الإعلامي التونسي اليوم. ساعة فماش إنتاجات. الحاجة الثانية أنا ما نستوعبش وقت اللي تلفزة وإلا راديو يكلمني يقول لي راهو عندنا اقتراح لي كما امشي فركس ودور على لي سبونسور هذه ماهيش خدمتي الإمكانيات ماهيش موجودة بحكم الأوضاع الاقتصادية اللي تعيش فيها البلاد يا با دانونسور التلفزة الخاصة اليوم يعني المدخول الوحيد نتاعها هي لي زانونسور هي البوبليسيتي اللي وما فماش فلوس ماهيش مستعدة باش نخدم بلاش دونك مجموعة العوامل اللي حاب يظهر وكها لا 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 ظهرت انا بديت عمري 16 سنه ظهرت وبنت في التلفزه اللي هذا القاسم المشترك بيناتك انت وبيا الزردي زوز دخلتوا صغار للتلفزه باش وي. باش انا بالنسبه لي انا وليت ياسر انتقائيه معناتها نحب نختار الحاجه اللي انا فيها ما نجمش نحط روحي في اي شيء ما ترى اليوم انت اللي يجمعك في تجربتك انت تجربه بيا اكثر من اللي فرقكم سي نورمال حاجات تجمعنا هكا وي انا بدي احكيو في اللي يجمعكم هكا هو فرقنا فرقنا في شيء اي وجودك بحثينا معناتها صافية لبن انت وياه ليه بيان سي عليه نختلفوا ماذا بيكم توضحوها قلنا معناتها باهي نختلفوا اما نختلفوا في مستوى راقي ما نهبطوش للسفاسف دونك وقتها نخليو ديما كيفاش الصلح حكايه الصلح حكايه لا انا ما عندي حتى مشكله مع حتى واحد من الزملاء وتقابلت انا وبيا لبرا وبستها من راسها وهي اكبر مني قدر واكبر مني عمر وهذا شيء شرفني معناتها اني انا اليوم نكون موجوده معك والله ما احلاها هكا احلاها خاطر ما عادش تسمع فيه هذا شيء هذا خاطر لك الصغير ما عادش يقدر الكبير اليوم حتى مثلا كي نعملوا نجموا نغلطوا سبحان الله في بلاتو وكل انا ولا سي حسن ما انت يجي واحد يجي ولدك يجي ينتقدك ينتقدك بطريقه هابطه باسلوب ركيك ورخيص واخلاق ما فماش اخلاق بالكل دونك كيفاش باش تكلمهم الناس هذوما كيفاش باش تتفاهم معاه كي تسمع اش قالت هي توا وطريقتها واسلوبها الراقي تستغرب تقول يا والله فما ناس تعرف تقدر شويه وتحترم تنتقدك اون ميم طون هي تحترمك وتقدرك فوالا شنو تاخذ منها بيا من تجربتها؟ ولو انا نعترض راهو في بعض الاشياء بالحق انا بالنسبه لي انا وقلت الكلام هذايا حتى في بعض اللقاءات انا نشوف بيا تدير برنامج معناتها انا هكا نحب نشوفها هي تقدم برنامج شي برنامج ترى فيه بيا مثلا يمكن برنامج فني عندها والله اجتماعي نتمنى انا برنامج اجتماعي الفن الحقيقه ما عادش نحب نخوض فيها التجربه هذيا امين جربت برشا لسنوات تجربه مع الـ مع الـ مع الفنانين لقيت اللي انا في النهايه معناتها يعني في ضيعت برشا وقت لا ضيعت صحيح وقت مع ما نحبش نغلط في الكلام رد بالك ما تجمعش لا ما نجمش نجمع مستحيل معناتها نجم نجمع لطفي بوشناق والا نجاة عطية مع اللي قاعده نشوف فيه
النكران الجميل هو اللي اليوم خليني نقول أنا البرامج الفنية يستحيل نعاود نرجع نقدمها، خاطر تعطي برشا مع الفنان أنت وتعطيه وقت وتعطيه مساحة وتعطيه قيمة وتعطيه قدر. اون فوا أنت ما عادش في البلاصة هذية وأنا شفنا ينكروا جميلك ومستحيل باش يذكروا اللي عملته معاهم ومستحيل باش يحكيوا عليه. دونك هذا الكل فما الباهي والخايب، قلنا اي قلت انا مستحيل فما ناس. انا والله ديما نقول ديما فما الباهي وفما اللي الاغلبيه راهو شو اما لا لا مش الاغلبيه بالعكس، هذا كلامك انت باهي، هذا كلامي انت خاطر انت مزدت في البلاصه هذه صحيح. اما سنة انت ما عادش في ان شاء الله ان شاء الله المخير وان شاء الله ما احسن، اما انت ما عادش موجود راك في المنوعات. لا لا صدقني ما تستنى حتى شيء من حتى حد وكا فقط لا ما نستناو. اما خيبه الامل هي اللي وقتاش ولي عندك خيبه ما تستنى حاجه من حد، اما استنى شيء ما تجيكش خيبه امل. وقت راهو نكران الجميل في المجال الاعلامي الكل، راهو خلينا تجاه الاعلاميين الفنانين فما نكران. هل انت كي غبت حسيت لي فما عبيد ما عادش يسالوا عليك؟ انت عندك مده غايبه. وي بيان سور، حتى من اقرب الناس ليا ما تعرفش التليفون تعوينك شنو حوالك صافا. لا بيان سور بيان سور ينقص كل هذاك الاشخاص وين مصلحتهم وين هما؟ هذا للاسف للاسف في به. هل صحيحه حنان المعلومه هذه كي تغيب معناتها تغيب على ذاكره البعض؟ وي مالوغوزمون مالوغوزمون واحد لازم ديما يخلي نبال ايماج باش العباد تتذكره بحاجه باهيه، اما اون فوا ما عادش تظهر العباد تنساك والعباد تنجم تتشمت فيك زاده وتحكي عليك حاجات خايبين مالوغوزمون. كي تبعت تولي العباد تحبك اكثر. بون ما عادش كرام شنو رايك؟ هو نوع من النضج انك تولي متأكد أنه هذيك العقلية المتفشية، خاطر راهو ساعات يبالغ حد في التسليمة نقول له أي يقول لي تعرفش شكون في راهو. إذا كان حد غاب وسأل عليك وعملت وشحيلة اسأله ديريكت فاش النجم نمر. راهو بصراحة الإنسان يتفقد بشكل كبير. علاش؟ لأنه قبل كانت الحميمية الطبيعية أو مصلحية. انت ما ترش مثلا اللي كي غبت بعض الاعوام في رمضان على بعض الاعمال مثلا ما عادش كلي وينك سي فلان توحشناك وصباح خير، ما فهم فرق بين صباح خير هذيك يقول لك واحد يتحش وين السلام سافا ويتعدى هذيك. هو انا ما عشتهاش لسبب بسيط، سيك نحن خلطنا لك اهلا بالزمن الجميل، ولينا اسمنا الزمن الجميل بالاعادات بتاع المسلسلات العباد تولي تعتبرك فتره وعديت معناها يراك كيما يرى الحاج كلوف كيما يرى مي العباد. حتى ولو تعمل لك الشيء ذاك بالباهي في الاجتماعي نتاعنا راهو قبل كنا نقعد فنانين ما نعملوا في حد شيء كان نحكيه وفجاه تطلع فكره نتاع مشروع. هل الحاضنات هذو نتاع المشاريع ما عادش موجودين، خاطر ما نمشي لحسن كان بالبرمجه. باه معناتها انت ما اثرش فيك نفسانيا يعني مثلا انه ستيل ملي كانوا يجوك بعشرات المساجات في النهار عندك برامج تلفزيه واذاعيه تلقى روح في ليله الضحى ساعات حتى ما يجيك حتى مساج ينجم. لا ما تاثرتش نفسانيا على خاطرني محاطه الحمد لله بعيلتي بالناس اللي نحبهم يحبوني. في الاخير انا ديما نقول دخولي للمجال الاعلامي كان محض الصدفه، ما كانش حاجه مبرمجه، وانا حتى دراستي درست قانون، عندي مشاريع جانبيه قاعده نعمل فيها والحمد لله. صحيح مشاريع في شنو؟ مش في القانون؟ لا 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 مش في القانون، في حليت مشروع ان شاء الله باش يشوف ال هي قول كانت حب قهوه. لا لا مش قهوه صراحه على قهوه صحيت على احسن. لا هو مشروع صناعي، مشروع صناعي ما في الصناعه صواريخ. شو نقول لك كيف؟ اما المشكله لا سي با ان اتوليي ملابس. لا لا اسمع كلامي ما تقولش بالي فات قلت على ماشية هذيك التكوين وباش يمشي لبرا ما تقولش خليها بستر الله. براسك بالعكس خليها بستر الله والله. فابريكاسيون دو بات فريش. اوكي ريت سمعت كلامي خليها بستر الله. حاجه يمكن ماهيش دارجه. ما عندناش سميدو فارينا تو. اوكي نسمعوا حاجه اخرى. هذا الغبار شو مش باهي معناتها ليه بعيد على اختي انت مغرومه بالكوجينه يا اخي طيب كله ولا؟ اي جي في اون فورماسيون في ليون ومغرومه بالكوجينه ونطيب ودونك قلت بوركوا با نحل ان بروجي خاص بيا انا. وعندك شكون طيب ولا؟ عندي بنت. لا هذه اجابه راهي راح تعبر. عندي بنت فقط. عندي بنتي كاهو نطيب لها ونذوق امي واختي وخويا وكاهو تفضل وحدك غادي اكاهو
باه ابار العائله ما فماش شكون هكا فماش ركيك في حياتك. ما فماش والحمد لله. ريت والله يحمد في ربي ريت قدره الركاكه خاطر. هل صحيح انه تبدا اعلاميه وهذا قاسم مشترك مره اخرى انت وباي تبدا اعلاميه وتبدا معروفه وتبدا صاحبه مواقف فانه هذا يصعب على الرجال يمكن انهم يرتبطوا بيك ولا يكون عندك معناتها الزواج. اما انا اللي رافضه، انا رافضه بتاتا توا لانه معناتها فوكاليزي في حاجه. معناتها كيما نيمار عروض صحيت هذيك نيمار يجي الهلال والله هذه حقيقه معناتها، ما انا رافضه الارتباط لان مسؤوليه راهي ماهيش حاجه سهله معناتها وبالذات اليوم انا كامراه مطلقه وعندي بنيه عندي شروط في الرجل المستقبلي نتاعي. هي شروط اللي هي لازم يكون هو زاد مطلق. يكون عنده صغار على خاطرني رافضه اني نعاود ننجب اليوم لانه الصغير معناتها مسؤوليه كبيره وساكوت شيغ ان انفون معناتها اليوم تعليم خاص ماكلته وشرابه دونك يجب يكون مطلق وعنده صغار وماذا بيا كبار زاد وارمل فرض المره ارمل ومطلق كبار معناتها شوف لك في الستوك شوفنا في الستوك شو عملوا قالوا غادي شايف في الستوك عندنا ستوك زيرو منجي منجي عرس تو هو مبروك ما عملته منجي ما يهمش خدمة منجي عرس ليه تكون وضعيته المادية باهية معناتها زاد ما نحبش نتيحوا مستوى المعيشة اللي أنا عايشة فيه مانيش في عمر نتاع تضحيات من الآخر عبو حي ما نضحيش ماكش مستعد تضحي على خاطر الرجل لا ما نضحيش ما نضحيش كي راجل يضحي على خاطرك ما يصيرش ما يضحيش على خاطري ما حشيش في حد يضحي على خاطرك والله عامله جو مع بنتي شيخ والله شيخ عامله جو ما عادش مستعده هل هذا عواقب التجربه الاولى في الزواج خلتك تفكر هكا يمكن اذا الزواج ما نجحش الطلاق لابد انه ينجح علاش على خاطر فما قاسم مشترك بيني انا وطليقي اللي هي كل بنيه لازم نعيشوا في احترام ونقدروا بعضنا باش الطفله تتربى في بيئه تكون متوازنه فقط لا غير ثقافه مش ثقافه لا بيان سور متثقف لا لازم ما يطيحنيش من النيفو اللي انا فيه لا لا شيء منجي هذيك مربوطه حتى منجي اذا توا اليميني مش نيفو انتليكتويل نيفو كولتوريل نيفو ماتيريال كل شيء هل تتصور فما منهم هذوما ما موجود مش لازم هاني قاعده انا ما قصدت موجود منهم هذوما ينجم يجيك واحد عنده برشا فلوس ومش حاح دونك يفو ميو واحد جينيرو ما عندوش برشا فلوس ويعطيك انا ما قلتش راه عنده طياره خاصه وقصور وديار إيه يعني يكون عنده جيره ملك عنده كريهبه وشهريه معناتها وعنده كريدي مثلا دار وكرب وكريدي يا بنتي دلل ودلل روحك وشوف روحك عليك حاجه وقد ما تدلل روحك وشويه مش باش يدلك حتى حد وعندها الحق تدلل يا لله وما تاخذ كان الراجل اللي انا ما نصحش انا بيه باش تنصحها انت انا ما نصحش تاخذ كلام بيا في هذا الموضوع عليه حبيبتي خاطر يعني هي يعني يبدو انه مستقبلها قريب ان شاء الله ولا العراف يشوف اي اهلا اهلا بعم حسن العيفة جيبوا له بالله وراه اذا كان خذيت كان خذيت كلام بيا معناها حاب تقول مسكينه عليه علاش مسكينه شوف مسكينه شكون يدللها وين تحط نفسك تسيبها بيان سور تحط نفسك تسيبها خلصنا ضفه الشباب ضفه الشباب نبداو بالشاب اكرام الشاب اكرام انا نعتبر كيما قبيله علقنا على اللي بطل الرقص نعتبر انه الشخصي راهو فيه المفيد قالوا اللبنانيين متصالح مع نفسه كل واحد فينا عنده سون كالكول سبيسيال سويت التجربه عاشها فاللي يقولوا الكل معقول انه هو عارف حساباته واضح به راني توا الراجل في تونس راهو صعيب باش تلقى عبد عنده دار وملك وكرهبته سون كريدي وعنده معناها فلوس في الشهر بما يعادل قولوا احنا 5 ملايين في الشهر صعيبه صعيبه شنو قال لك تحب هي تونسي هي ما قالتش تحب تونسي ما قلت ستوك هذاك اش عندنا في الستوك عادي امين عنده انا والله حبيت معناها بالهذوما تو الكريتير وكيفاش سليت قالت لهم خاطر عندهم عامين جماعه مراقدين معناها كل حلقه تحب تخرج ولا شكون دونك ازروا روحكم برا روحوا شوفوا برنامج اخر زيد احسن برا مع منج انا تو لا لا مش حاجة ياسر تشبه جورجينا انا نقول عندها فغي والله ياسر تشبه انت عندك خصت الزين وقتها لا والله عندك عينيك يسحوا البراك والله مش سؤالك اسمع اللي بال انا انتيليجونت برك الله عليها البوفور مش هذا سؤالك جملة قولي انا وما قالوا لا لا بغض ما سالش ما قالوا لا قالوا عنده جماعة هل حنان في المواصفات اللي كنت تتمناها في الرجل
قداش النسبة المئوية اللي لقيتها في الميدان؟ صحيح، اي بورسنتاج شارجور 70%. 200%. 200%. بابا بابا. قلت نحب كاين واحد ما عندوش لي مويان. ما عندوش هو ما عندوش. باش نكمل في الحياة، كنت نسافر ونشري ونعمل، ما يسالش. نحبوا عبد يضحكني، نقوم في الصباح شيخة باش تجيني. والله ساعات كل يوم نتعارك معاه، هذا نتعاركوا درجة بدا يضحكني، يقول له خلينا نتعاركوا كي العباد. ماشي، يعطيني تنسي خلينا نتكلم، يعطيني الإنرجي الباهية كل صباح باش نقوم أنا. يعطيني الإنرجي ونقعد أنا كي الباور بانك كي حوسي. خذ الإنرجي. شو اسمه؟ خذوا الكراسي انا خذ انرجي. يعطيك فلوس قالوا انرجي. شو نعطيها فلوس؟ ما بتعيد هذيك انرجي والله لي بون سون. مخك مرتاح وشيخه سنا با دو بخي. والله العظيم. لا لا والله حتى فلوس ما عندك ما تقول. شاك اون سون واحد سون افي. تجي تلعب لك بمخك بيا. تحسها مش هكا. فما الفلوس وسخ الدنيا. في المنشطين الموجودين اليوم شكون تلقى فيه المواصفات هذايا مثلا؟ كان بكل هي لعبه راهو ما عندهاش علاقه بالجديه. ما تكون منشط اللي مثلا لا. طريقه تقديمه ما عرفش انا منشط يعجبك مثلا؟ لا 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 يعجبها حد يعجبني حد تجيب بلاصتها انا الحق. لا لا حتى منى انت بديت حمزه البلوش عايشك يا عايشختي عايشك والله عايشختي هذه يا خلت الركيكة ما مش سنة مش ركيكة سنة مش رسيلك مش شلاكة خطيب بعد لا أحسن حاجة فيها أمين هو نعطيك نور محامي أمين عندك الجانب الطفولي ما زال عندك الجانب الطفولي أين صغير في مخي عندك الجانب الطفولي والله والله صغير في مخي على الأخر هاي عطت ستاتوية تو زوج تمين قهر لا مثلا معاش انا والله كنت راك باش تقول جعفر معاش عليه بالحق والله قلت على كي ما حالي تحب شكون يضحكك ما لا لا جعفر اسمع النسيان نتاع توا تحب تعمل هكا راجل باش نعمل بيه ضحك ضحك البي باش ناخذ انا باش نضحك مثلا عبد الرزاق يروح لها طيب له ميك اقوى 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 قد تكون فيه قد تكون فيه بعض من المواصفات اللي قلتها راهو بعضها معاش وقاعد يلوجت عبد الرزاق ما احلاه لا ما عندوش زميري ونحترمو ستاتيو هو يظل ما عندوش صغار نو اه لا زميري ونحترمو لا لا دبيك تخدموا فرد قناتكم كنتم بعضكم في حمام والله جيبوا راديو باهي علي لا علي لا لا على ما عرس هو بتاعك مش دخلوا في السبعة هادي مش عاجبكش الراجل ولا حتى القدوم ما عادش يذكر اساميهم بالنوع نقولوا ثلاثة شكون يا أربعة يا رحمة أيغلط يا ريهام سالي الراجل يا فرح زادة شنو قارة بلبزة تعمل برضه جميعا قريت ولا لك ربي خويا والله طلعت أرك مني الحلقة نتاع اليوم أمشي نروح مع بعضنا زوزي بيتوا راسوا ركيكة مع بعض والله عبد الستاتيو ما الحراقة تو راح معايا غدرت لا لا مش هي مش هي الحمد لله مش هي بكثير من الجدية يكمل منشطين حمزة حمزة البلومي حمزة تو لارة العرس يدخل على الاخر خل مرحبا بيك خالد اهلا وسهلا بها لقط فرح زين شو شكون قدر يسميتهم شكون قدر صغارهم يجيبوهم مكي هلال مكي هلال لا بالعربية حتى ما نحبش ناخذ من نفس المجال نتاعي خذ من الميتيو شو اسمه الغنوش خذ يفرق فيه هاي سكر لنا الموضوع قول لهم يروحوا هذوما تاع كاستين هاي يروحوا وي يا منش روح دونك كونكلوزيون ما تعجبها كان انت لا لا تفادلك والله تفادلك تفادلك مانيش نفادلك والله تفادلك مانيش نفادلك ماني خوك قول وفادلك ماني خوك صورت كل معايا في الحمزه توا قال لك باين هو انت من المشهد الاعلامي اللي يعجبك كمنشط ما يعجبني حد انا ما يعجبني حد بابا حمد نتاع الاذاعه الوقت هذاك عبد الرزاق عبد الرزاق بيان سور باهي عم حسن
أما حسن ناي أعطينا عفيف الغربي يا عم أمين أمين أعطي أعطيناه باش تاخذ أمين امشي يا عم حسن محمد الخماس صاحبي محمد خذ منه الخماس خماس نسي نسي هو يقول عن إكرام الكل فمش كل يحب الكل يخلي الكل أيوه أيوه مش أعطيني اسم منشطة منشطة باهي هذول مش بيت معانا في الركاكة مع بعضنا انا زوز حمزه البلومي وهدي زعيم مشغول قلبك كبير تاخذ بالزوز انت لا نختار بعض سمي اي اختار به منهم واحد حمزه وهدي حمزه حمزه احنا شنو نختار رجال اختار عم احسن نختارك انت خلينا اعلمني خلينا نفهم الحلقه مش راسي هذه الراجل تاع زواج تاع زواج تاع زواج يا ولدي هي قلت شنو في قلت حمزه شربت بالحاره والليله تجوب لينا شي والله قال عندي حنان ونلوش هو ايه اسم تختار انا اختار هنا الزوادي شبيك ما ضحكتش كيما قبيل علاش ما ضحك خويا كل واحد حر في ذوقه حر نحبها هنا تحيه لهنا الزوادي بيان سور سلموا عليها برشا حنان رجع فاستك وقتها باش ترجع فاستك زياد المكي مشكلة مش غادي الزواج ممنوع ما تنجمش تاخذ لا خاطر نفس القناة تقصد نفس القناة اي اختار خلينا نحكيو معاك كلمتين جدية الطفلة مازالت الحلقة مطولة ماشي رديف تاع ولاد مفيدة اليوم مش عملت في قضيتك مع حنا بعد وين وصلت؟ ربحت القضية ونستنى في تلخيص الحكم وإن شاء الله قريبا باش ننفذ عليه في الأطوار الثلاثة نتاعها وفيت القضية سيبون الاستئناف ما نعرفش كان هو باش يعاقب ولا لا لكن التعقيب ما يوقفش الاستئناف بطبيعته دونك باش ننفذ عليهم ورغم اللي راني علاقتي طيبة معاه هذا نفسه هذا حقك هذا حقي حتى سي زهير القنبري انا خدمت معاه وقتها في تونس سبعة على ليبوك دونك نتلاقى انا وياه ويقول لي انت بنت على راس والعين ونعرف اللي هذا حقك وانت عندك الحق باش تقوم بالقضيه نتاعك باش تسترجع حقك به ما نجمش نسرك على قيمه الاموال وقداش اللي تسالهم لهم اما هل هي مهمه في حياتك الفلوس هذيا ولا معناتها هل هو المبلغ يضيف لك حاجه في حياتك ولا حتى دوره انا مانيش مستعده باش نتنازل عليه في الاخير هذاك من وقتي ومن صحتي وفلوس بنتي فلوس بنت اكيد مش به معناتها انت تعرف لي حنا بال تعيش ظروف ماليه صعبه وتعرف كان جا عندهم منكم باش يخلصوك راهم خلصوك لكن الاشكال اليوم انه القناه بكلها قاعده وكل القنوات هي تعيش في ظروف ماليه صعبه معناتها ما فماش حل لقيتش حل وسط معاهم تقعدوا على طاولة ما تعيطليش وتعمل معايا انجاجمون وانت ما تنجمش من الاول قل لي تحب تخدم ببلاش والا تخدم بمقابل مش تعطيني عقد واللي هو شريعه الطرفين ومن بعد ما تعطينيش مستحقاتي واضح دونك ما زلت حتى لتوا ما خديتش الفلوس يتسالهم لقناه الحنبال جوست تستنى في تلخيص الحكم فقط به هل صحيح انه تقديمك للبرامج الاجتماعيه خليك تزور عيادة طبيب نفساني أكثر من مرة في فترة ما وقت لي أنا كنت في حنا بعد مش من بعد لأن وقتها كنت صغيرة في العمر في فرق قلبك تعبت بسيكولوجيكما هل عمرك وقتها؟ تصور في 21 عام 22 عام هل عندها هي الحكاية ديجا؟ 2005 بديت حنا بعد كان عمري في 22 عام 20 عام 21 عام 21 عام خاطر بديت صغر سنك وتقديم برامج اجتماعيه خليك نفسانيا تتقلق وي لكن الحمد لله بعد خذيت بزمام الامور لانه في فتره تعبت ومشيت للطبيب واعطاني دي زونتي ديبريسور وكي حطيت قريت النوتيس نتاع الدواء قلت انا معناتها باش نبدا اون لوكومان معناتها مستحيل فعملت اون اوتو ميديكاسيون معناتها وحدي وقفت قدام المرايه وانا جو سوي ياسر في البوزيتيفيتي وفي الحاجات اللي تخليني انا اليوم وليت خلينا نقولوا جو بلان معناتها وحدي انا اللي نقرر المصير شيخة في مخي ليش دواء ريت عامله جو ماهوش عيب راهو انه كان الانسان يتقلق في كلمات معناتها خاصه راهو يبدا معروف برشا وخاصه كي تبدا الشهره في سن مبكر وفي عمر صغير فانه هذا راهو ياثر ينجم سلبا على نفسه هو حتى كبير ينجم يتعب زاده مش ساهل راهو دو في دو جيغي معناتها كره مش حاجه سهله بكل شكون فيكم ماش تعرض لبعض معناتها هكا ميا كويلبا محلام معناتها واحد يبوح يقول يبوح. انا مشيت لطبيب نفسي شي مشكل معناتها شكون فيكم كيف هي مثلا تقلق بيا انت ليه هو كارو واحد يمشي الحقيقه لا ما مشيتش ماذا بيك تمشي ولا اما ليه
بساعات الرجع روحي نقول علاش انا في فترات معينه ما التجاتش الاخصائي نحكي معه فرق قلبي، ما نقعدش مثلا انا بيني روحي وخاطر مرضت وتعبت، اما مستحيل باش كانت تخطر في بالي اني نمشي للطبيب. على ذاك انا نقول راهو الطبيب مش كلم هبله تمشي للطبيب، فملي سخيلو انا مهبول نمشي للطبيب، لا انت تمشي للطبيب باش تحكي مشاكلك باش يسمعك باش يعاونك وباش يعطيك حتى كما عطاكش الدواء يعطيك النصايح اللازمه اللي انت تتجاوز بها لا ديبرسيون. إكرام، أنت ما تقلقتش نفسانيا في فترة من فترات كاريرك؟ لا، أنا بصراحة نعمل في الشيء هذا مع أصدقائي وزملائي، معناها اللي عنده مشكلة يجي يحكي لي نعم في الشيء هذا العباد الأخرين، أنا نقلق فيهم نفسانيا. لا بالعكس، معناها أنا من الناس أني نعتبر اللي في كل فترة الواحد محتاج أنه يراجع نفسه حتى مع صديق يحكي معاه ويكون معناها نصح ليه. وانت عندك دواء راه في بالك ولا تبعت شويه باش نحكيو معاك، انت الدواء نتاعك هو المسرح ديجا موجود، المسرح منصوح به حتى نفسنا به. اي انا مشيت قبل دي بسيكياتر وكل ما لي قبل التلفزه قبل كل شيء، خاطر ساعات تجيك فتره تولي ما عادش تعرف انت روحك شنو تحب وشكون واي حاجه تاثر فيك واي حاجه تقلقك، وتولي زاده تصير لك كيما لانسومني. هل صعب نتاع العائله انت ياثر فيك مثلا؟ لا بالعكس، انا في الفتره هذيك تخرجت من الجامعه وليا نخدم وكل، اما برشا عوامل اخرى معناها، وانا كنت وقتها مانكان وكان في ماستر او ميم طون ليا نخدم في خدمه اخرى، دونك كله مع بعضه يخليك تولي تفقد انت شكون انت شنو تعمل في وقت حساس وفي عمر صغير، معناها عمرك 22 ولا 23 ما عادش تعرف روحك شنو تنجم تعمل. اما بور لو مومون زاد نعمل في دي كوتشينغ الحقيقه، نعمل معناها نمشي نعمل دي كوتشينغ بيه. ماني قال انت مش نسالك السؤال هذا خاطر انت تقلق نفسانيا. لا والله بالعكس، مشيت انا ومشيت وقابلت برشا اطباء نفسانيين، واخر واحد برشا نمشي ونحكي له ونبوح له بالدنيا كل، اخر واحد مشيت الجمعه اللي فاتت قالوا لي مسكر، مشى هو الطبيب نفساني يبوح له. لا ما مشيتش، اما نوعدكم بحول الله نوعدكم في اقرب فرصه، اما صابون الجمعه الجايه باش نمشي خاطر انا اكيد باش نعرف باش تخلصوا مش صابون تو نخلصوا بقدوم تاع قناه اخرى تو نتصرف مش مشكل. حاليا انت في بيريود ضعفت شويه وهذا عادي جدا، خاصه انك تتعرض لظروف صعيبه، ظروف معيشه صعيبه، موت وبرشا حاجات خايبين فلوس وموت، العباد الكل تجي ماجين جيوهم مشاكل. لا مش العباد الكل، لا تو الموند دي بروبليم، بيرسون اون في بارفيت. انا ما مشيتش دابور يفو فيغ لا ديفيرونس انتر بسيكياتر وبسيكولوج، خاطر بسيكياتر يعطي دويات وانا ضد دويات. بون هما يعرفوا شنو يعملوا، مانيش قاعده جو كريتيك، اما لا ماجوريتي ولا برشا دي بسيكياتر يعطيوك دي تريتمون قويين ياسر، تو ديفيان ديبوندون. دونك انا ما حبيتش ناخذ الريسك، انا لقيت اللي احسن بسيكاناليز ولا سي لا فامي، سي لامور دو لا فامي، صحاب تحكي برشا، خاطر سي فينالمون هو سي بيان باش تحكي لعبد ما تعرفوش، خاطر نجم تخرج له حكايتك ومشاكلك الكل، اما العباد اللي يعرفوك البلوس هما العباد اللي عايشين معاك وعائلتك ولامور دو تون انفون. انا وقتها طحت معناتها جي بوكو دو بروبليم، وقت نغزل ولدي يقول ما عنديش الحق باش نتيح، معناتها هذيك هو اللي خلاني كيف كنت جيماجين فرح اللي القوه الكل، خاطر اوني باسي باغ دي ديفورس، اوني باسي باغ جيماجين بوكو دو بروبليم الكل، اللي قوه وقت تشوف ولدك تقول ما عنديش الحق باش نتيح، لازم هو اللي يشجعني باش نقوم ونعاود نكمل والحمد لله. ما عادش تعيش روحك، تعيش الاشخاص الاخرين حواليك. كيما يقول لك سكي تو تو با تو رون بلو فور، وبالحق الحمد لله يا ربي. لحظه حنا ناخذ هذيك عاودها ميغالو تي عاودي لي سكوتي تو تو شي ما معناها سكوتي تو با تو با معناها وش يعني اللي ما يقتلكش يقويك حايش خويا قناه تونسيه اسلاميه دونك بالعربيه نقولوها حب نعمل شعبويه فهمت ان توكا اللي بالفائده نفرح في اي بروجي تشارك فيه ولا اي عمل في تونس، خلينا نراوك في تونس في الاذاعه عندك بلاصتك، في التلفزه عندك بلاصتك، برامج اجتماعيه ولا غير اجتماعيه، وكان للشرف اليوم انك حاضره معنا، نحب تصفيقه كبيره برشا على فرح يعيشك لله. اقعدوا معنا جوست قبل ما نخرج فاصل اشهاري، نذكركم اللي تبعثوا بالاس ام اس صحيح ميغال على 85 811 على 85 811 نجموا تربحوا الكهرباء الجولف وما ادراك ما الجولف. اقعدوا معنا راجعين بعد الاشهار. Cuerpo soy adicto.